أكبر 10 سدود في العالم. السد هو منشأة هندسية ضخمة يبنيها الإنسان ضمن واد أو منخفض بهدف حجز المياه بغرض الاحتفاظ بها وتوليد الطاقة الكهرومائية. في هذا الفيديو سنستعرض معلومات وتفاصيل حول أكبر 10 سدود في العالم. في المرتبة الأولى، سد كاريبا بزامبيا. هو أكبر سد في العالم من حيث سعة تخزين المياه. يقع السد على مضيق كاريو المعروف سابقا باسم مضيق كاريبا، مكونا بحيرة كاريبا التي تبلغ سعتها التخزينية 185 مليار متر مكعب بمساحة سطحية قدرها 5580 كيلومتر مربع. تم البدء في بنائه سنة 1955 وانتهي منه سنة 1959، وصمم ليتفادى الفيضانات لمدة 10,000 سنة. تنتج المحطة الكهربائية لهذا السد طاقة كهربائية قدرها 1470 ميجا وات، وهي تشكل نسبة 60% من الطاقة الكهربائية التي تزود دولتي زامبيا وزيمبابوي. في المرتبة الثانية، سد براتسك بروسيا. هو ثاني أكبر سد في العالم من حيث سعة التخزين التي تبلغ 169.27 مليار متر مكعب. تم بناؤه سنة 1954 حتى سنة 1964، أي أشغال الإنجاز تمت في 10 سنوات. تنتج المحطة الكهربائية لهذا السد طاقة كهربائية قدرها 4500 ميجا وات. في المرتبة الثالثة كأكبر سدود العالم، سد أوكوسومبو بغانا. هو ثالث أكبر سد في العالم من حيث سعة التخزين. يقع على نهر فولتا مكونا بذلك بحيرة تعرف باسم بحيرة فولتا، والتي تبلغ مساحتها السطحية 8500 كيلومتر مربع، والتي تعتبر أكبر بحيرة في العالم. تم بناؤه بين سنتي 1961 إلى سنة 1966 لغرض توليد الطاقة الكهربائية، ولكنه أصبح أيضا مصدر رزق ل300,000 شخص لصيدهم الأسماك من بحيرة فولتا. تتألف المحطة الكهربائية لهذا السد من 6 وحدات، تنتج كل واحدة منها طاقة كهربائية قدرها 128,000 كيلووات. في المرتبة الرابعة، سد دانيال جونسون بكندا. يعرف أيضا بسد مانيك الخامس، أنشئ على نهر مانيكوكواغان مكونا خزان مانيكاغان الذي تبلغ سعته التخزينية 140 مليار متر مكعب. تبلغ مساحته السطحية 1973 كيلومتر مربع. يبلغ طول السد 1311 مترا وارتفاعه 214 مترا، كما تم إنشاؤه باستخدام 2.2 مليون متر مكعب من الخرسانة. أنشئت محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية على السد تضمان 12 وحدة، وتبلغ السعة الكهربائية الكلية المجهزة 2260 ميجا وات. في المرتبة الخامسة، سد غوري بفنزويلا. تبلغ السعة التخزينية لخامس أكبر سد في العالم 135 مليار متر مكعب، مكونا بحيرة غوري بمساحة 4000 كيلومتر مربع. يجهز سد غوري 70% من الطاقة الكهربائية المجهزة لفنزويلا. تم بناء سد غوري على مرحلتين ابتداء من سنة 1963 وحتى سنة 1986. تبلغ مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة من هذا السد أكثر من 10,000 ميجا وات. سادسا، سد أسوان العالي بمصر. السد العالي في أسوان الذي يقع على نهر النيل مكونا بحيرة ناصر يعتبر سادس أكبر سد في العالم من حيث السعة التخزينية. تبلغ السعة التخزينية لخزان سد بحيرة ناصر 132 مليار متر مكعب. تبلغ مقدار الطاقة الكهربائية المجهزة من هذا السد 2100 ميجا وات. سد أسوان الذي يبلغ ارتفاعه 111 مترا وطوله 3830 مترا وعرض قاعدته الأساسية 980 مترا له استخدامات متعددة، فهو يسد احتياجات الري لكل من مصر والسودان، وكذلك يسيطر على الفيضانات، ويستخدم أيضا في توليد الطاقة الكهربائية، كما أنه يساعد في تحسين الملاحة عبر نهر النيل.
تبلغ سعة القناة الواحدة لتصريف المياه الفائضة 11,000 متر مكعب في الثانية الواحدة. في المرتبة السابعة، سد بينيت بكندا. أنشئ سد بينيت على نهر السلام في كندا مكونا بحيرة ويليستون، إذ تبلغ السعة التخزينية له 74 مليار متر مكعب، ولهذا يصنف السابع عالميا من حيث السعة التخزينية. بدأ بناؤه سنة 1961 وانتهى سنة 1967. تعرف محطة توليد الطاقة الكهربائية المشيدة على هذا السد باسم محطة جي ام شارم، وتنتج طاقة كهربائية مقدارها 2790 ميجاوات، وهو يعد واحد من أكبر 10 سدود في العالم. في المرتبة الثامنة، سد كراسنوبارسك بروسيا. يقع سد كراسنوباركس على نهر ينيسي مكونا خزان كراسنوبارسكي الذي تبلغ سعته التخزينية 73.3 مليار متر مكعب، ولهذا يتم تصنيفه الثامن عالميا من حيث السعة التخزينية. تم بناؤه سنة 1956 حتى سنة 1972، كما تم تصميمه لتصريف الفيضانات بسعة 20,400 متر مكعب في الثانية. تنتج المحطة الكهربائية لهذا السد طاقة كهربائية مقدارها 6,000 ميجاوات، كما يستخدم الماء المحصور في السد لأغراض الري. في المرتبة التاسعة، نهر زيا بروسيا. سد زيا يقع على نهر زيا في مدينة أومور بلاست في روسيا شمال الحدود الصينية، مكونا خزان زيا الذي تبلغ سعته التخزينية 68.42 مليار متر مكعب. يشغل الخزان مساحة سطحية قدرها 2419 متر مربع. تم بناء هذا السد بين سنتي 1964 إلى سنة 1975 باستخدام 2,067 مليون متر مكعب من الخرسانة. تنتج المحطة الكهربائية للسد المتألفة من 6 وحدات توليدية طاقة كهربائية قدرها 1290 ميجاوات. عاشرا، سد روبرت بوروسا بكندا. يقع سد روبرت بوروسا على نهر لاغروند في شمال مدينة الكيبك الكندية، مكونا خزانا يعرف بخزان روبرت بروسيا، تبلغ السعة التخزينية للماء 61.7 مليار متر مكعب، كما أنه يشغل مساحة سطحية قدرها 2815 كيلومتر مربع. تم بناء هذا السد من سنة 1974 حتى سنة 1981، وتنتج المحطة الكهربائية لهذا السد طاقة كهربائية قدرها 5,616 ميجاوات.